حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. بداية هاي أول حلقة بالعام الجديد عام 2020. كل عام والشعب العراقي إن شاء الله بألف خير، ويا ربي كل غمة موجودة بالعراق تنتهي بهذا العام. عام 2019 حسب صحيفة واشنطن بوست كان عام التحدي بالنسبة إلى المتظاهرين العراقيين بعد تحديهم لكافة الإجراءات الحكومية والأنظمة وكل شيء. فعام التحدي خلص إن شاء الله، عام النجاح، عام التحصيل، شيء يسموه بس يكون 2020 هو نهاية هاي الغمة وعودة العراق إلى شعبه وعودة العراق إلى أهله من جديد. برنامج صوتكم في عام 2020 بدأ بهاي الحلقة. أي شخص حبي يتصل بينا، أرقام البرنامج راح تظهر أسفل الشاشة. أتمنى أنه تتصلون وتعطونا رأيكم حول ما يحصل في العراق، خصوصا بعد أن استقبلت ثورة تشرين، استقبلت العام الجديد بمزيد من الإصرار والثبات والبقاء على التحدي اللي هي به والإبقاء على سلميتها حتى تستمر هاي الثورة مثل ما بدت وتنتهي مثل ما كانت. وأي شخص ما يقدر يتصل، رقم الواتساب ظهر حاليا أسفل الشاشة. أنوه أنه هذا الرقم ما أقدر أستقبل به أي اتصال، أعتذر من كافة السادة المشاهدين اللي يتصل على هذا الرقم، ما أقدر أستقبل اتصاله على البرنامج. فقط الأرقام اللي ظهرت قبل هذا البرنامج هي قبل هذا الرقم عفوا هي للاتصال، وهذا الرقم مخصص فقط للرسائل. أتمنى تكون الرسالة متبوعة باسم ومكان الشخص حتى نقدر نقرأها. قلت لكم عام 2019 اعتبر عام التحدي بالنسبة للمتظاهرين للأنظمة في العراق ولبنان والجزائر حسب صحيفة الواشنطن بوست، لكن أنا حبيت أعرج على هاي النقطة بشكل عام. أما ما يخص ثورة تشرين، اللجنة المنظمة للثورة أصدرت بيان، قالت في بداية البيان أنه المتظاهرين ثابتين على عهدهم ومستمرين على نهجهم، وراح يكون عام 2020 هو استمرار للتظاهرات والإضراب العام لطلبة العراق الأوفياء لهذا الوطن ولدماء الشهداء والجرحى ولمعاناة المعتقلين والمختطفين قسرا. وأكدت اللجنة ببيانها أن السيادة العراقية هي إحدى مطالب ثوار تشرين، وأن الأحداث اللي شهدها العراق مؤخرا تؤكد وجوب الإسراع بتحقيق مطالب الثوار لأمن تسلطوا على رقاب العراقيين من عام 2003 إلى هاي اللحظة. هم سبب الخراب والدمار، وهم سبب أن يفقد العراق سيادته، وأصبح ساعة للصراعات الدولية والإقليمية واللي العراقيين ما جنوا من عدها أي ثمرة خير، فقط جنوا من عدها البؤس والعذاب والتعب. تصفية الصراعات الدولية على ساحة العراق، هم مرتاحين لأنه إيران دا تتعارك ويا أمريكا، أمريكا ببلدها ما عندها مشكلة وإيران ببلدها ما عندها مشكلة، لكن الصراع بنص بلدنا، شعبنا دا يدفع الثمن. عوفوا إيران عندها تظاهرات أو أمريكا عندها مشاكل اقتصادية، هاي هذا بحث آخر، لكن الصراع اللي دا يصير بالعراق وصراع النفوذ والسيادة بالعراق اللي دا يدفع ثمنه هو الشعب العراقي نتيجة صراع لاعبين دوليين ما لهم علاقة بالعراق أصلا، ولا العراق إلا علاقة بهم أصلا. الأول إجانا محتل نتيجة كذبة على العالم وتدليسة للعالم بعض الكلمات الأفاقة والنفاق السياسي اللي صار بال2003 وال2002، وسلمت العراق الإيران وإيران استفادت من هذا الشيء. لجنة المظاهرات لفتت إلى أن الشباب العراقي أثبت أنه واعي بشكل كامل، أثبت أنه مصر على إسقاط جميع الفاسدين وثابتين على مطالبتهم بإيقاف التغول الإيراني بالعراق اللي تسبب بفقدان سيادة العراق وجعله ساعة للصراعات مثل ما قلنا. وأكدت اتفاق جميع ميادين التظاهرات وشرائح المنتفضين على المضي بتحقيق مطالب الثورة والإصرار عليها، بمقدمتها إخراج إيران وإسقاط النظام الطائفي وتجميد الدستور وتشكيل حكومة إنقاذ وطني حتى تمهد لإجراء انتخابات عادلة بقانون عادل يشارك به الجميع وتحت إشراف أممي، وأن تكون نزيهة وما يكون بها أي وجه من هاي الوجوه الكالحة
اللي حكمت العراق من 2003 إلى اليوم. أول اتصال في أول حلقة بعام 2020. صباح من بغداد، حياك الله. نعم، انتم بخير وان شاء الله سنه خير عليكم وعلى القناه وعلى العراقيين والفرج القريب ان شاء الله. امين، حياك الله اخوي، تفضل. بالنسبه للمتظاهرين اللي احنا حاليا صاروا اكثر من 70 يوم يعني مشغول الناس بيهم، ونشوف احنا الحكومه العراقيه يعني ما تبالي باي متطلبات لهم، يعني مثلا جاي يسوون اتفاقات ومؤتمرات هاي كتله البناء وغيرها، وناس نعرفهم احنا كلهم ولاءاتهم المين، وناس يعني شنو يعني شنو اللي غايتهم من اختيار رئيس وزراء من عندهم؟ الغايه هو استمرار العمليه السياسيه الفاسده، يعني ما يريدون يعطون فرصه الناس نزيهين، ناس مستقلين ما عندهم ارتباطات خارجيه او داخليه باحزابهم، في سبيل يظلون مهيمنين على هاي العملية السياسية. نعم. وأكو شغلة السفارة الأمريكية والحادثة اللي صارت البارحة واليوم، أريد يعني نعرج عليها بشكل ملاحظة. يعني إحنا شفنا المتظاهرين السلميين وساحل التحرير وحاولوا أكثر من مرة الدخول إلى المنطقة الخضراء، والغاية من دخول المنطقة الخضراء كانت هي السفارة الإيرانية بكرادة مريم، وشفنا إحنا شلون تم قمع هاي المتظاهرين والتقدم في عبور الجسر من رمي رصاص حي ومن غاز مسيل للدموع، استخدموا كل الأنواع، والحوادث اللي صارت والإصابات اللي صارت والشهداء وأعدادهم اللي صارت كلها تم قمعها. يعني أكو بالضد بالمقابل جهاز مكافحة الشغب اللي سمعته مع الأسف، والإسوات وقسم من الجيش وقسم من الاتحادية دفاع وداخلية، يعني تم قمع المتظاهرين السلميين. أما الطرف الثالث اللي يحكون عليه هو الميليشيات، نفسها هي قائمة كتلة البناء. البارحة من صارت حادثة السفارة الأمريكية، شون تم إدخالهم للمنطقة الخضراء بهي السهولة وبهي السيارات ومعدات وأسلحة ولابسين الزي العسكري اللي هو يمثل الحكومة؟ أخ يعني صباح، كل اللي يدخلهم. أخ صباح، أنا بداية عذرا لمقاطعتك، لكن ما أريد نطي قضية اقتحام السفارة الأمريكية أو اقتحام المنطقة الخضراء أكبر من حجمها، لأنها محاولة للتغطية على التظاهرات بثورة تشرين وسحب الإعلام باتجاه لما صار بالمنطقة الخضراء. لكن بس أرد أسألك سؤال آني بهذا الخصوص. أكو فضيحة أمنية صارت البارحة لما انطبت الميليشيات إلى المنطقة الخضراء، أكو فيديوهات انتشرت وهي تبين أنه الحرس مع المنطقة الخضراء هم اللي فتحوا البوابات إلى الميليشيات حتى تدخل. السؤال اللي يتوجه هنا، لو الشعب العراقي راد يطب للمنطقة الخضراء ووصل إلى البوابة، الجيش راح يفتح لهم الباب أو الحمايات؟ بالتأكيد ما راح يفتح لهم، راح يتم قتل كل المتظاهرين السلميين، راح يتم يريد يحاولون الدخول. يعني مثل ما قلت لك استاذ أفل، اكو مقارنة يعني هي اللي ردت اصلها بين الناس الميليشيات اللي دخلت بالزي العسكري وبين الناس المتظاهرين اللي 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 حاولوا اكثر من مرة ان يدخلون المنطقة الخضراء في سبيل هدفهم الاول والاخير كان هو السفارة الإيرانية. لكن مقارنة أخرى أخ صباح. نعم. المقارنة الثانية، المواطن أو المتظاهر بساحة التحرير وبسوح التظاهر في كافة المحافظات اللي تشهد تظاهرات بثورة تشرين، كل اللي يقوله إيران برا برا وأمريكا برا برا أو لا إيران ولا أمريكا، كل شعاراتهم ضد التدخلات الخارجية، ويقولون بغداد تبقى حرة أو الناصرية تبقى حرة أو ذي قار تبقى حرة، يعني شعار أنه يكون للمدينة وللبلد. لكن اللي شفناه البارحة لما يطلع جندي ويقول الموت لأمريكا وأمريكا برا برا، إيران تبقى حرة وعاش خامنئي وعاش فلان وعاش فلان، يعني ما أعرف أحطها بأي وجه من أوجه المقارنة. أستاذ أفل، إحنا شفنا شعارات المتظاهرين السلميين في محافظات الجنوب وبغداد إنها ضد التواجد الإيراني وضد هيمنة إيران وضد وأمريكا قاسم سليماني وأمريكا بنفس الوقت، لكن إحنا هسه أذية الشعب العراقي وهيمنة إيران أكثر من أمريكا. إحنا نشوف الأمريكان ما متواجدين يخطفون ويقتلون بالمتظاهرين أو يستخدمون القناصر، اللي جاي يأذي المتظاهرين ويسرق بالمال العام والمشاريع هاي الوهمية وغيرها هم أتباع وذيول إيران. يعني أذيتنا من إيران أكثر من أمريكا. نعم. أمريكا محتلة نعم، لكن أمريكا هي سهلت للإيرانيين
وهي كان عندها غطاء جوي للحشد الميليشياوي اللي تم تدمير المناطق الغربية والموصل. يعني هم من قوموهم والآن اختلفوا بعض الشيء. احنا اكو مقارنة بين ما خليتني اكمل استاذ أفل. ايه تفضل. يعني بين المتظاهرين السلميين وبين المتظاهرين اللي يسمون في اسمهم احنا جينا متظاهرين ضد السفارة الامريكية. يعني اولا شلون تم ادخالهم من هاي البوابة وهذا الفيديو المفبرك ويعتبر فيلم، شلون دخلتوا انتم بالياتكم وسياراتكم والاسلحة ولابسين الزي العسكري؟ وين مكافحة جهاز مكافحة الشغب؟ وين الفوج الرئاسي اللي جاي يحمي المنطقة الخضراء على الجسر المعلق؟ شلون وين الأمن الوطني وين غيرها؟ تم إدخالهم بأمر، الأمر من يجي من الفياض والمالكي وقيس وهادي العامري في سبيل دخلهم للمنطقة الخضراء واللي سووا اللي سووه من السفارة الأمريكية بأمر من الحكومة. يعني هسه حاليا احنا كعراقيين كل طوائف العراقيين انكشفت الأوراق الطرف الثالث والميليشيات من هادي العامري وقيس الخزعلي والمهندس وغيرهم انكشفت الأوراق عن ذولي هم الناس اللي كانوا يقتلون بالمتظاهرين السلميين ويخطفون بيهم والقناصات لهم هم نفسهم ذولي اللي حتى شعاراتهم يعني معاكسة شعارات المتظاهرين السلميين. المتظاهرين السلميين ينادون بعدم دخول الإيرانيين وعدم الهيمة من قبل الحرس الثوري وقاسم سليماني على الوضع السياسي، لكن ذولي هم يمجدون بقاسم سليماني وكتبهم على حائط السفارة الأمريكية سليماني قائدي. يعني أكو هسه انكشفت الأوراق بالكامل وعرفنا احنا من الطرف الثالث هم الميليشيات الطائفية اللي تخلت. زين شلون سحبتوا؟ ليش ما دخلتوا للسفارة؟ إذا أنتوا الصدق يعني تقولون احنا حشد وغيرها، ليش ما دخلتوا للسفارة وقتلتوا ما موجود بيها وحرقتوها وغيرها؟ لكن هي غاية إعلامية مجرد وسيلة ضغط للدفاع عن حزب الله وغيرها، اللي احنا شنو بحزب الله يجي بالعراق؟ شكرا لك أخ صباح، وأعتذر لك عندي كثير من الاتصالات. أبو علي من واسط، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام أخويا. تحية لجمهورك وجمهور قناة الرافدين. تحية للشعب العراقي الكريم، كل عام وانتم بخير وانت بألف خير. بركة وسلام إن شاء الله على العراق والعراقيين، وتكون سنة سلام مسلم إن شاء الله على كل العالم. حقيقة بس حبيت يعني ملاحظة بسيطة، أنه جديد يحسب الثورة من 1 أكتوبر، لا يحسب اليوم 25. الشباب طلعوا يوم 1 أكتوبر الثورة وانطوا الحكومة فرصة، والحكومة فشلت واستمرت الثورة. هي ثورة صارت 3 أشهر لحد الآن. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، لا يقول لي محتجين ومتظاهرين أنهم مقتحمين، اللي اقتحموا المنطقة الخضراء ودخل نسميها اقتحام، لأن شفنا مدافع بالباب بالبداية بدنا يفتحوا الباب، وسبحان الله عشان تكون كوستر جوا هي راحت للسفارة. يعني أكو ناس جت من برا وأكو ناس موجودة جوا بالمنطقة الخضراء. بصراحة يعني الغباء السياسي عند اللي يمتهنون السياسة بالعراق اليوم وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، هو من اللي قوى الميليشيات بالعراق غير الولايات المتحدة الأمريكية بحجة الدفاع عن محاربة داعش؟ من صاروا أمام تحت مسمى الحشد الشعبي، وبعدين صار أكو حشدين، حشد حكومي والحشد الشعبي. الحشد الشعبي تصرح وراحوا لبيوتهم، هم أغلبيتهم الثوار الموجودين في ساحات التحرير، ولا أغلبيتهم انقتلوا ومن ضمنهم علي الخفاج بالناصرية، كان شراية التلام بالحشد وبعدين رجع البيت وانكتل. هذا اللي كتبوا منهم، غيرهم نفسهم الطرف الثالث والحكومة. بقى الحشد الحكومي من اللي طوار غير الدنيا أمريكا؟ لكن الأفضل الحلو اليوم الأمريكا انضتهم إكسباير، وإكسباير كانت النهاية 2019، وخاصة من غرض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال بتغريدة هو على تويتر، قال هجوم اليوم خطط له إرهابيون وتماهم أو المهدي المهندس قيس الخزعلي وبتحذير من وكلاء إيران هذا العامل وفارس السيارة. زين عوفنا من قيس الخزعلي اللي أنتم أساساً كنتوا ساجنين إلى أمريكان وطلعتوه، ليش طلعتوه؟ ما حد يدري، يعني أنتم اللي طلعتوه. أبو مهدي المهندس تدرون هو نائب يعني شبه قائد كبير في الحشد الشعبي، وأنتم بعتوا إياه على طاولة واحدة خططتوا. زين هذا العامري أنتم تستضيفونه وتسمونه سياسي عراقي، فالح الفيار يسمى نفسه مدير الأمن القومي اللي هو أساساً يحدد العراق هل هو بقطر أو لا. يعني كل هذول أنتم يا بومبوي وجماعتك توك عرفتم إرهابيين لما ضربوا السفارة وجوه قلتوا عليهم متدربين إرهابيين. اليوم أغلب اللي جوا حكم البلد اليوم هم أساساً إرهابيين. نور المالكي فجر السفارة الأمريكية ببيروت،
كذلك هو ابو مهدي المهندس ومخطط لاغتيال امير الكويت اللي صدام الله يرحمه سمي يوم اسم يوم الكويت وضرب. السفارة الأمريكية ببيروت لو السفارة العراقية؟ لا السفارة العراقية ببيروت. ايه انت قلت الأمريكية. نعم. العفو وهادي العامري هو قتل عيانه عيال الناصية والعمارة في الهور الجيش اللي هم الخدمة الإلزامية واللي يدري بيهم انه صدام كان يجندهم قوة، يعني ليش يقتلهم؟ ومعروف هو كان يقاتل ذول كلهم إرهابيين، لكن اليوم نقول هو بدأ زمن جديد للعراق. طيب. يعني عقد ونص انتهى من الفساد واللي حكمون الإرهابيين، اليوم شلون يبدأ اليوم؟ يبدأ صمود الثوار الموجودين وهم صامدين وهم راح يغيبون طيب. مشهد العراق طيب. اليوم من المشهد السياسي، ونسأل الله انه الله يحفظ العراق ويحفظهم ويحفظ كل كلمة حق تقال هذا اليوم. شكرا لقناة صباح الدين اللي وقفت مع العراقيين وهي دائما هذه مواقفها. لا شكر على واجب، لا شكر على واجب أبو علي، شكرا شكرا جزيلا لك. يعني أتمنى من السادة المتصلين شوية بعض الاختصار حتى نفسح المجال إلى البقية، عندي كثير من الاتصالات من مصر. مصطفى السيد حياك الله. أيوة السلام عليكم أستاذ أفا. عليكم السلام والرحمة والإكرام. نحييك ونحيي ثورتنا المجيدة وندعو الله عز وجل بالتوفيق لها والنصر والرقي والازدهار. حياك الله. أما سيدي كل ما يحدث من السفارة الأمريكية والعصابات والميليشيات ده تعتيم على الثورة، تعتيم على الثورة، عاوزين يسرقوا حلم الأمة وحلم الشعوب وكفاح 17 سنة، لكن لم ولم يحدث أبدا. العصابات تتصارع، الأمريكان يتصارعوا، ثورتنا مستمرة بإذن الله تعالى حتى القبض على جميع العصابات والميليشيات والتنظيمات وطرد الأمريكان وتفكيك جميع القواعد الأمريكية من الوطن العربي، وهي يسموها قواعد أمريكية ولكن لا مؤثرات استعمار طويل الأمد. فنطالب بطرد الأمريكان من المنطقة العربية بالكامل وعودة جيشنا العراقي إلى حضن شعبه وإغلاق الحدود الإيرانية العراقية لقطع الإمداد وتمويل العصابات والميليشيات والتنظيمات الخارجة على إطار القوانين والشرائع والدساتير. كما نطالب بنشر قوات حفظ سلام تفصل بين المدنيين وبين شعبنا بين العصابات وبين شعبنا البطل، ونطالب الأمم المتحدة بتحمل المسؤولية إراقة الدماء واستعمار أوطاننا وقتل الشعوب وتفكيك جيوشنا بحجة عصابات تنظيم الحشد وعصابات تنظيم الدولة وما شابه ذلك. ونطالب كل إنسان عنده شرف أن يسعى لتحرير وطنه ويستمر في النضال والكفاح. أوطاننا هتستعمر والأمريكان هيحتلونا، ونصب القواعد مش قواعد معسكرات استعمار، وطننا لازم يتحرر ويستقل. وأنا أشكر سيادتك. شكرا شكرا جزيلا لك اخ مصطفى من الكويت. سعد حياك الله. انقطع الاتصال ويا سعد من الكويت. ايضا اليوم يعني شهد رفض من المتظاهرين تحويل العراق الى ساحه للصراع الايراني الامريكي، مؤكدين انهم متمسكين بحمايه ثوره تشرين باسقاط النظام ومطالبها وانهاء حكم الاحزاب الفاسده من محاولات الحكومه وميليشياتها لحرف مسار الثورة. بابل خرجت بها حشود من الأهالي في تظاهرات ليلية للتنديد بأي تدخل إيراني أو أمريكي أو خارجي بالشأن الداخلي، ورددوا شعارات وكان أعلاها لا أمريكا ولا إيران، اليوم الحلة تسولف. معهد بحوث السياسة الخارجية أمريكي قال أنه العراق يعني قدامه فرصة قوية جدا أنه يصبح دولة آمنة، خصوصا في أنه زيادة زخم التظاهرات المطالبة بإسقاط النظام هي اللي دا تحط القاعدة أو دا ترسخ قوة هاي الثورة ودا تعزز إيمان الشباب بحرية العراق ووجوب أن يكون العراق صاحب سيادته وأن يكون العراق صاحب قراره وأن يكون العراقي هو صاحب قرار نفسه، ما يسمع لا الأمريكي ولا الإيراني. والمعهد أيضا أشار أنه الأزمة السياسية بالعراق اللي تصير حاليا هي فرصة ذهبية لازم يستغلها المتظاهرين لإنجاح ثورتهم باتجاه الإصلاح والخلاص من الأحزاب الحاكمة اللي استولت على السلطة بالعراق من إجانا الاحتلال عام 2003 حتى هاي اللحظة، أكثر من 16 سنة وهم يحكمون. 16 سنة العراق في تراجع، 16 سنة بغداد سنويا تختار كأسوأ مدينة
تربية خرجت من مقاييس الأمم المتحدة، العلوم بالعراق تراجعت، الزراعة انتهت، الصناعة انتهت، ف16 سنة أثبتوا فشلهم في كل شيء. المعهد يقول أنه أكو فرصة سانحة أمام المتظاهرين حتى يستغلون هاي الفرصة حتى ينجحون ويبنون البلد ويرجعون البلد إلى أهله. أبو أحمد ويانا من ديالة؟ أبو أحمد؟ السلام عليكم أخويا. عليكم السلام والرحمة والإكرام، تفضل أخويا. أخويا عمد، على هاي الأحزاب اللي جتنا من 2003 لحد هذا اليوم دمروا الشعب العراقي. نعم. يعني لا خدمة لا خدمات لا تهدلوا الشعب العراقي من أوله إلى أخره. نعم. وإذا عراقنا صارت إيران. والبارحة واليوم ظهرت حقيقة إيران وأحزابها قد جبناء وخبثاء وغدارة. يعني بس قاعدين على الناس الفقرة. نعم. زين يعني انت شفتهم يهددون ورادوا طبوا السفارة ويردون يحرقونها، وهذه قوة بسيطة طبت جت في أمريكا دزتها للسفارة، شفتهم شان صاروا يعني ما قدروا يواجهوها. يعني أصلا الغراض عرفوها وانهزموا، هم أصليتهم غدارة وجبناء. نعم. زين ومن 2003 لهذا اليوم ياخذوا ميزاني يقتلوا شبابه، يعني بذلوا الشعب العراقي تبذل. زين وننصح اهل الجنوب واهل الوسط اهل الشمال بان اكو خدعه داعش ما داعش، وهاي المسائل قاموا يرجعونها الاحزاب احزاب ايران، لا حد لي ينخدع. وابهات الناس اللي عندها مثلا عندها ولد غلطه مثلا بالميليشيات عشان تسحب ولدها كافي، لان تطخت ايديهم دماء العراقيين وكافي، تحبوا ولدكم وكافي عفوهم. زين عمود يبقى بس المخش آدمي يبقى شعب العراقي يختص من عنده. زين كافي نقول لهم. وشفت البارحة خباثتهم وجبونهم شلون انهزموا، ما قدروا حتى غراهم عفوهم وانهزموا، كم واحد كم جندي جو انهزموا. زين عمود في سبيب اللي يريدون يوصفون المتظاهرين والمظاهرات، بس الحمد لله وشكر المظاهرات صاروا اذكياء وعلنوا عن براءتهم من هذول المندسين الاحزاب. نعم. وانا اشكرك قلبي. شكرا شكرا جزيلا لك ابو احمد. عندي من لندن ابو عبد الله، حياك الله ابو عبد الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام والرحمه والاكرام. شكرا اخي فل، تحيه لك ولقناه الرافدين والساده المشاهدين. اخي افل، الامريكان يوم ارتكبوا الجريمه وغزوا العراق طبعا ضربوا القوانين الدوليه بعرض الحائط، ثم جاءوا يعني كان جورج بوش، وعندما أجريت الانتخابات في العراق جورج بوش وتوني بلير والمسؤولين الأمريكان كان يتباهون يقولون هناك أول عملية حرة ديمقراطية تجرى في الشرق الأوسط في العراق. ورأينا يعني ثم أعطوا تواجدهم في العراق، جابوا حكومات عميلة أمثال المالكي وجعفري وكلهم قالوا نحن موجودين، الأمريكان قالوا نحن موجودين في العراق بصفة شرعية. يعني الحكومة العراقية يعني حولوا العملية من الغزو إلى تواجدهم، قال نحن موجودين لتوفير الأمن، يعني موجودين بصورة قانونية في العراق لنشر الأمن والسلام في العراق، هذه مهمتهم على أساس. لكن المرجعيات الدينية التي كان تبارك بها هؤلاء الحكومات العميلة أمثال جعفري ومالكي وغيره، وإلى الآن يعني مثلا المالكي يذهب الى كونغرس الى واشنطن ويخطب امام صوره وصوت يقول نشكركم على التحرير، يعني وطلب بقاء القوات الامريكيه في العراق. ثم ياتي المرجع الثاني عبد العزيز الحكيم وفي واشنطن يطلب بقاء القوات الامريكيه ويرجع الى طهران. فالان امريكان بعدما استخدموهم يعني يعني خلوا يسرقون قوت وثروة الشعب العراقي، يسرقون هؤلاء الحكام أمثال مالكي والجعفري وكلهم هؤلاء المسؤولين المتعاقبين، يعني كلهم سرقوا المليارات وجوعوا الشعب العراقي، وكل هؤلاء الأموال تحت قبضة الأمريكان ويعرفون أين هذه الأموال، فجوعوا الشعب العراقي وسمحوا بالقتل والتهجير. فالآن الذي حدث يا أخي أفل، الشعب العراقي عندما يعني نرى يعني الصورة والصوت المتتبع للأحداث السياسية، الشعب العراقي
يموتوا جوعا، وهؤلاء المسؤولين يعني هم من جهه يربطون نفسهم عقائديا بالامام حسين وعلى اساس مظلوميه الشيعه، وان الامام حسين يعني هل يعني عندما واحد يقرا الاسلام ويعني امام حسين هل هذا منهجه يسرق المليارات ويقتل الشعب ويعني تعذيب وقتل وتهجير؟ هذا يعني تناقضات شديده. فالشعب العراقي انتبهت الان، الشعب العراقي عندما قاموا بهذا الثوره المباركه، فالان الامريكان بداوا يضحون هؤلاء المسؤولين العراقيين، يقول ها هو قياداتكم، ويجب الشعب العراقي ان ينتبه الى هؤلاء المرجعيات الكاذبه، المرجعيات من وراء الكواليس، لا احد يسمع لا صوتهم ولا صوره ولا صوت، فمرجعيه يعني يباركون لهؤلاء الحكومات الفاسده. وفقط الحريه الذي جابوا للشعب العراقي اللطميات على مدار السنه قيمه وهريسه. الان الشعب العراقي يعني يرتبط حتى يرى حقوقه، لكن هناك خلاف وتنافس بين الصفويين الايرانيين والامريكان. فنحن نقول اللهم ادفع الظالمين بالظالمين واجعل شعبنا العراقي من بين ايديهم سالمين. نعم، شكرا شكرا لك ابو عبد الله. برنامج صوتكم مشاهدينا الكرام مستمر، بس بفاصل قصير ونرجع لكم. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. الفيديو اللي شفتوه هو للمتظاهرين اللي طلعوا بمحافظة بابل، تحديدا بمدينة الحلة، واللي أشرت إلى قبل شوية أنه كان شعارها لا أمريكا ولا إيران، اليوم الحلة تسولف. هذا الفيديو اللي صار مساء. الناشطين والمتظاهرين بساحة التحرير وقاعدين هناك عبروا عن استيائهم نتيجة محاولات الكتل السياسية، استماتة الكتل السياسية، شلون تردون تقولون عليها قولوا، استقتال الكتل السياسية على سحب الماكينة الإعلامية اللي كانت منصبة بكامل ثقلها على التظاهرات وعلى ما يحصل في ذي قار والبصرة والمثنى وبغداد وكربلة وبابل وديالة وكافة المحافظات اللي بيها تظاهرات، بمسرحية مثل ما أشار إلها الناشطين والمتظاهرين، محاولات حكومة المنطقة الخضراء والميليشيات حرف أنظار العالم عما يدور بساحات الاعتصام والتظاهر في بغداد والمحافظات من خلال افتعال مسرحية محاصرة الميليشيات مبنى السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء. وأعلن المتظاهرين بساحة التحرير براءتهم من احتجاجات ميليشيات الحشد بالمنطقة الخضراء، وأكدوا أنهم مستمرين بتظاهراتهم واعتصاماتهم وسلميتهم. ففعلياً ثورة تشرين تستقبل هذا العام بإصرار يعني زايد وبثبات على المواقف. أم عبد الله من بغداد ويانا، حياك الله. حيا من قال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام والرحمة والإكرام. تحية لحضرتك ولقناتكم الشريفة ولكل عراق شريف. حياك الله أختي، تفضل. أستاذ، إحنا في الوقت الحاضر صار لنا من 2003 إلى الآن، صار إحنا يومية عندنا مسرحية. نعم. مسرحية يعني أطفالها كلهم مع الاعتذار للكلمة يعني داعشي على اللي يقوم للوطن، هم مهزلة. يعني أصبح العراق ساحة للمهاجل، الساحة الحقيقية هي ساحة التظاهر.
ساحة الشباب اللي استطاعوا بقوتهم وبكلمتهم وبضغطهم على الحكومة وأصبح صوتهم أعلى من أي صوت موجود، لا حزب ولا حكومة ولا حتى أمريكا. يعني إذا إحنا يعني كمتظاهرين المفروض لازم يكون على نفس القوة ونفس الجيش ونفس الإصرار، لأنه أمريكا بالذات هي تخاف ترى. يعني إحنا صح هي عندها أمريكا قوة كبيرة، بس إنه في حالة التصادم مع أي دولة خاصة مثلا في فيتنام، فشلت في فيتنام مع العلم إنه الشعب الفيتنامي قام بعملية الإصرار والدفاع عن وطنه. إحنا نفس الحالة، هذول الشباب اللي نعتبرهم شباب يعني من عمر 10 و12 إلى 30 وإلى الشياب وإلى النساء اللي قاموا بعمليات التظاهر، وهي الملحمة اللي موجودة في الساحات العراقية هي تعبر عن واقع المأساوي اللي بيعيشه، وهم قادرين على عملية التغيير. أستاذ المهزلة ترى بعد ما تنتهي يومي، إحنا عندنا مهزلة. ترى المهزلة الأولى اللي صارت عندما دخل مقتدى الصدر إلى البرلمان كانت هذا اتفاق. المهزلة الثانية إذا نستعيد التاريخ سنة 1979، أحمد نجادي كان رئيس إيران هاجم السفارة الأمريكية وأخذ رهائن. أحمد نجادي كان رئيس إيران بال 79؟ يا أحمد نجادي أم عبد الله رئيس إيران في 79 كان الخميني. يعني هو أحمد نجات الوضع يعني أعتقد بال89 ما أعرف يعني زين. أحمد نجات صار رئيس إيران في زمن المالكي. والله السنة ما أتذكرها. يعني هم دخلوا السفارة الأمريكية وأخذوا رهائن من شافة إيران أمريكا، شافة إيران موقفها ضد الأمريكان، قامت بعملية شنو أخذ تجارب ويا إيران وانطتهم أسلحة وأطلقوا سراحهم. احنا حل هاي انت اذا تحكين على فضيحة ايران كونترا اللي صارت ما بين الخميني ورونالد ريغان اللي كان الرئيس الامريكي بالثمانينيات، قضية الرهائن الامريكان اللي موجودين في ايران ونطوهم اسلحة وانكشفت هاي الفضيحة، هاي قديمة ومعروفة. نعم صحيح. يعني بس انا اعتقد كان احمد نجاد، لا 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 الخميني كان أحمد نجاد. أحمد نجاد إجا في زمن المالكي. زين. نعم. بعدين إحنا أستاذ كل يعني والبارحة اللي صارت مال السفارة ترى هو اتفاق ما بين أمريكا وما بين الحكومة إنه يريدون يزعلون رؤساء الأحزاب اللي ضربوا بالساحة، يعني ظاهرين بالساحة كأنه رايحين في سفرة في يعني قد يشوفون نفسهم من المتظاهرين لأنهم طيب. هم أطفال يعني يريدون يعيدون مجد مقتدى الصدر والحشد الشعبي، هذا كله ما يروح من الشعب العراقي. الشعب العراقي عرف طيب. أنه طيب. أي زمرة هي زمرة فاشلة لا تستطيع أن تقود البلد إلى طيب. التغيير. لهذا إحنا كشعب عراقي يريد عملية التغيير ينضم إلى الجماهير العربية أو العراقية والشباب العراقي. نعم شكرا شكرا لك. بس أتذكر أنه تقلت بال 79 كان أحمد نجاد، الصور كان في زمن الخميني، كان رئيس الوزراء اسمه محمد رضا صادق أو محمد صادق رضا كان هو رئيس الوزراء، لكن مو أحمد نجاد. أحمد نجاد في بعد الاحتلال الأمريكي صار رئيس وزار العراق واستقبله نوري المالكي، وارجعي بالفيديوهات وراح تشوفين هذا الكلام. أبو هاجر ويانا من أمريكا. السلام عليكم. من كندا، حياك الله أبو هاجر. كيف صحتك؟ الله يحفظك. الله يسلمك. بس أنا حبيت أنوه بأنه هذه الملاعيب اللي تصير ودنشاهدنا كنا أنه أمريكا تجر الحبل ويا الحكومة ويا إيران، هاي كلها متفق عليها، ولكن هم تجاوزوا شوية الخطوط. حزب الله والميليشيات، هو من أسس الميليشيات يا أخي، هو من أسس الميليشيات هي أمريكا. أمريكا اتفاق مع المرجعية الدينية، اتفقوا على أساس يقاتلون أنه ما يسمى بداعش، وبعدين هذه الميليشيات هي الخطوة الأولى لتأسيس حرس ثوري نفس اللي موجود في إيران.
نعم. فهذه الألاعيب هذه، شو المنطقة الخضر؟ طيب أمريكا مغمضة عينها، دا تشوف المتظاهرين ثلاثة أشهر ما قادرين يجتازون شبر على الجسور، وهذول طابين هم وأربع نواب، وهذا رئيس الإرهابيين قيس الخزعلي، وذاك هادي العامري، ذا هذا الخائن اللي كان نائب ضابط وسوته أمريكا رئيس كتلة برلمانية، كله بمباركتهم كله. لا يصدق الشعب العراقي بهالألاعيب هاي، هاي كلها ألاعيب أخي العزيز، هاي كلها ألاعيب ضحكوا بها على الشعب العراقي، يردون يسقون شر ممزق. والله العظيم الخطط الغربية كلها من أجل لتدمير العراق، لا تصدقوهم أبدا نهائيا، كلها من أجل إيغال الخلافات وإيغال النزاعات داخل البلد، يقوون سلطة جماعة على جماعة. نعم نعم، شكرا شكرا لك أبو هاجر من كندا. عندنا خطاب من ديالى، حياك الله يا خطاب. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أستاذ شلونك عيني؟ هلا بيك أخوي. يعني أستاذ يعني هسه هم أمريكا لما ضربت هذول حزب الله ما أدري شعورهم، ليش هم حزب الله؟ قوي الكتلة وقوي قوي الهجرة نعم. عمي واحد، احنا عايز احكي لك، احنا كنا بالقائم. نعم. قائم كنا عمي اشكال وما كنا بعيوننا، هذول الحشد الشق. يا عزيز مقدس رحم الوالديك. كلهم تابعين، كلهم تابعين لايران، لايران ودنا بايران عمي. نعم. والله والله اختم لك بالله، دبروا الامه، دبروا الامه، هم هذول الحشد الشعبي، جماعة الحشد الشعبي. وتبرون بيهم حاشد مقدس وحاشد مقدس، هم كلهم تابعين لإيران وكل أوامرهم من قاسم سليماني، وإذا تشوفون أنتم بعيونكم سووا شو خلوهم يطبون الخضراء لما اكو دولة واكو ايش خانوا، شو خلوهم يطبون الخضراء؟ مهم طبوهم هذول المتظاهرين بعد سنهم ثلاث أشهر ما قدروا يوصلون المنطقة الخضراء. كابوا ظلم، كابوا ظلم، احنا انتهينا، شعب العراق انتهى، تهنوا ورا إيران. نعم نعم، شكرا شكرا لك أخ خطاب من ديالة. وأتحول إلى برنامج الواتساب وأبلش برسالة من أخوتكم ماهنة شريش، أم حسن من ذيقار قضاء العمايرة. كل عام وقناة الرافدين وكادرها الغالي بألف خير. اقتحام السفارة خطة أمريكية إيرانية لإجهاض ثورة تشرين، الدولتين دمروا العراق. رسالة أخرى، السلام عليكم، مساء الخير قناة الرافدين، الله يرحم شهداء وينصر الشباب العراقي، سنة إن شاء الله تكون خير للعراق الحبيب، وأهني كل كادر قناة الرافدين. فاتن من ألمانيا، حياك الله أخت فاتن. تحية طيبة لقناة الرافدين قاهرة الفاسدين. رسالة إلى ميليشيا الحشد المجرم، ألا يكفيكم ما فعلتموه في أهلنا في الغربية من تنكيل وقتل وتغييب قسري ومقابر جماعية بحق الناس الأبرياء؟ الآن تريدون فعل هذه الأفعال بالمتظاهرين؟ والله خسئتم أبناء العراق الأحرار، لكم بالمرصاد أيها السفلة. تحياتي أخوتكم الثائرة شدها عبيدان من ذيقار المشلبية. تحية حب واحترام أستاذ أفل لكم، ويا رب هاي السنة تكون خير للشعب العراقي الصامد اتجاه إيران الخائن النجس. ربي ينصرنا عليهم، هم أهل النفاق وشر علينا، إن شاء الله أهل العراق منصورين. أم فهد من أربيل. رسالة أخرى، السلام عليكم، من عبد الخالق الناصر. أشكر قناتكم الرائعة الكريمة. يا أيها الفرات لا تبكي وتبكينا، وأبلع دموعك إن الدمع يؤذينا. متى ستعرف أن الموج موطنا فليس في بلد أو ليس من بلد في البر يأوينا. يا أيها الناس لا تبكوا على شعب أبكى الصخور، ولم يبك السلاطين. كل البلاد بوجه العراق مقفلة، إلا السماء أراها رحبت بينا. اللهم إني أستودعك وطني وأهله وأمانه وليله ونهاره وأرضه وشفاءه، وشفى الله إن شاء الله الإخوان العراقيين، ولا تكن عليهم، اللهم اشفي مرضاهم وارحم شهدائهم. ممكن نشر قريتها تدلل. تحية حب وإخلاص لقناة الرافدين الثائرة، أنا علاء النشمي من النمسا. عام جديد وأمل جديد وحلم جديد في تحقيق كل مطالبنا الشريفة. يا ثوار العراق الشرفاء، لقد قاب قوسين أو أدنى لتحقيق هذا الحلم النقي، أكاد أن أسمع خطوات النصر وهو يقترب منكم. يا أحرار العراق، أنتم تستحقون هذا النصر لأنكم
تحلمون بوطن اسمه العراق. السلام عليكم. الهجوم على الحشد الإيراني المجرم ودغدغة السفارة الأمريكية في بغداد هو شأن داخلي إيراني صهيوني هدفه تمييع الثورة. أخوكم أديب عبد الله من فلسطين. حياك الله أخ أديب وإخواننا في فلسطين. السلام عليكم وحي قناتكم الكريمة. أنا علي من الناصرية. كل عام وأنتم بألف خير وسلامة يا رب. إن شاء الله رب يحفظ الثوار من كل شر وإن شاء الله النصر لنا. هذه الليلة إيران ستنام بهدوء كعادتها وأمريكا ستبقى صاخبة بالرقص والغناء حتى الصباح، والعراق ساحة حرب لعتات هاتين الدولتين، والخاسر الأكبر أم عراقية تفقد أحد أبنائها مع كل شمس تغيب. ما ذنبنا نحن أبو أوس من تركيا. إيمان النشمي من النمسا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. كل عام وأنتم بخير. يا رب تكون هاي السنة سنة خير على عراقنا الجديد. لعب أمريكا وإيران بالعراق مرفوض عليهم. كل ما عدهم من ميليشيات ومن خنازير يأخذوهم ويتركون بلدنا يعيش بسلام. الطرف يعني الأمريكي والإيراني مرفوض. السلام عليكم. أنا أشكر هاي القناة الكريمة. لا شكر على واجب. رسالة أخرى. السلام. تحية لقناتكم الشريفة. من قلتوا في الضربات الأمريكية من ميليشيات حزب الشيطان هم نفسهم قتلوا المتصارعين بدم بارد، هم نفسهم من حرق أبواب السفارة الأمريكية فإلى جهنم وبئس المصير. سامي من هولندا. تحية لك أخي أفل. أولا تمنيات بعام فيه النصر المؤزر القادم للعراق والفرج القريب بعون الله تعالى ولثوار تشرين الأبطال. تستمر الثورة وتحقق أهدافها بإسقاط النظام القمعي وإيجاد نظام رئاسي يعيد العراق حرا أبيا شامخا عصيا على ذيول الشر. أعوان إيران برا برا وبغداد حرة حرة. الرحمة والمغفرة لشهداء ثورة تشرين الخالدة. وتحية لكادر قناة الرافدين والعاملين فيها. السلام عليكم. أنا فاطمة من الناصرية. أحيي قناتكم الكريمة. كل عام وأنتم بخير سنة خير وإن شاء الله ينصرنا على ذول الميليشيات الوقحة ويحفظ ثوارنا. أمي تحب قناتكم ودائما تتابعها لأن قناة الوطن الصادقة. مشكورين ولا شكر على واجب. هذا واجبنا. سأل رجل الإمام الجعفر الصادق رضي الله عنه قائلا إنكم آل البيت تزعمون بأنكم من أحب بأن من أحبكم دخل الجنة، فقد يكون الرجل فاسقا ومحبا لكم فكيف يدخل الجنة؟ قال يضيق الله عليه في الدنيا حتى يتطهر ويدخل الجنة. أعتذر عن عدم الإكمال لأنها طويلة جدا. هذه قناتكم من أول يوم انتفاضة تشرين من سحبت شجاعة تدلي بصوتها لحد الآن. نحيي القناة وكل عام وأنتم بألف خير وأنت بألف خير يا رب. أبو حاتم من الموصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لك أستاذ أفل ولكادر قناة الرافدين والمشاهدين الكرام والثورة وثوار العراق. العراق وصل إلى نهاية المطاف وانكشفت اللعبة ودخل في مرحلة جديدة وتآمر جديد لإجهاض الثورة الشعبية العراقية من قبل الاحتلال الأمريكي الإيراني والمنظمات الإرهابية الإيرانية بزعامة مجرمي العصر قيس الخزعلي وهادي المجوسي والمهندس والفياض باتفاق مع الأمريكان والإيرانيين على هذه اللعبة وعلى ثوار الثبات على المنهج والحيطة والحذر الشديد والنصر على المنهج السلمي والحيطة والحذر الشديد والنصر حليف الشعب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة دخول السنة الجديدة سنة 2020 أتمنى أن يعم الأمن والأمان للعراق الحبيب. وأنت أيتها الحكومة الفاسدة وانتصار المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم الشرعية. وبهاي المناسبة أهنى قناة الرافدين الفضائية. حياك الله أخويا. السلام عليكم أخي الكريم. ما حدث أمس من اقتحام السفارة الأمريكية بالمنطقة السوداء هو مسرحية بين المجوس والشيطان الأكبر والممثلين هم الحكومة والميليشيات. السلام عليكم. مسرحية ألفها إيران وأمريكا بالاتفاق مع حكومة العملاء لتظهر قوة إيران المسيطرة على العراق. طبعا هناك اتفاقية وعقد اتفاق لتدمير العراق بين الطرفين أمريكي إيراني. تحياتي لحضرتك. حياك الله أخوي الغالي. تحية لكم إخواني. العراق كتلة هائلة من الثروات البشرية والوطنية وهو بوابة العرب الشرقية، وبسبب موقع الاستراتيجي صار مطمعا لأمريكا وإيران اللي هدفها التوسع والهيمنة، لكن هيهات لن ينجحوا في ذلك. عاش صمود ثوار تشرين والرفعة والمجد لشهدائنا الأبطال. أخوتكم من الدنمارك. والله العظيم إن شاء الله. الله ناصر الشعب العراقي. علي من إيران. على إيران. السلام عليكم. صدقوني إن الدراما اللي تدور متفق عليها أمريكا هي من شلبت بالمتخندقين بالخضراء بكل الدول ومن إيران لتدمير العراق وابتزاز دول الخليج. أخي العزيز تحية طيبة لك ولقناتكم الشريفة. إحنا يصير وضعنا
جيد سنة 2030 وتذكرني إن شاء الله قبل هذا بهواية. ندى من ذقار تحية طيبة لقناة الرافدين، الله ينتقم من الأحزاب إن شاء الله، يجيهم يوم ويصبحون هباء منثورة بحق محمد وآل محمد. سنة سعيدة على العراقيين الشرفاء وعلى قناة الثوار الرافدين الكرام. ما حصل من اقتحام للسفارة مخطط الأحزاب المهزومة لإجهاض ثورة الشعب، لكن فشل المخطط كما فشلت مخططاتهم السابقة. النصر لنا المحامي علي نقابة محامي ذقار، المحامي علي من نقابة محامي ذقار عفوا. السلام عليكم قناة الرافدين البطلة. بالنسبة للأحزاب والله فضحونا، يظهرون بالخضراء ويهتفون باسم السفاح، الله يلعنهم ذيول إيران. محمد من السماوة، السلام عليكم، أنا داود من بغداد، تحية لكم ولقناتكم الموقرة وربي يحفظكم. أتمنى العراق والعراقيين بهاي السنة يخلصون من الأحزاب ويعيشون بسعادة، تحياتي. هناك صراعين على الساحة العراقية، صراع إيراني ضد أمريكي وصراع شعبي ضد حكومة مجرمة ترعاها إيران، ولا يوجد أي ربط بين الموضوعين. كل عام وأنتم بألف خير، أشكر قناتكم الموقرة قناة الشعب تنقل الحدث إلهم. الله يرحم شهدائنا وينصرنا على أعداء العراق، آمين. آية من بغداد. رسالة أخرى، الله عفوا، الله يرحمنا كلنا العراق، والله هذول همج ولا قوم إلهم قائمة، والله ينصر كل عراقي شريف. الله يرحمنا هذول، مو أمريكا هي اللي جابتهم، بس هم أنذال وليس لهم ذرة شرف. آخر رسالة أقراها، كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله على العراقيين جميعا. تحياتي للقناة المجيدة، محمد من عفج، أحب العراق. مشاهدين الكرام، الشعب العراقي استقبل العام الجديد، ثورة تشرين استقبلت العام الجديد بثبات وإصرار مستمر. لكن هذا العام شنو يخفي لنا؟ هذا علم يوم رب العالمين. العراق يكون بخير أو ما يكون الثورة قد نجحت أو تكون نتائجها قد شاف العراق بال2020، هذا هم علم يوم رب العالمين. لكن رب العالمين قال اسعى يا عبدي وأنا أسعى وياك. الثورة مستمرة وإحنا مستمرين وياكم. نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد باكر بحلقة جديدة من برنامج صوتكم. في أمان الله.